اسمع كيف كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو فقال: اللهم إني إيش أسألك أن تقضي يديني؟ لا. تشفي مريضي؟ لا. قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. أنت يا ربي أعطيتني يدين، أعوذ بك من زوالها، أعطيتني إيمان، أعطيتني عقل، أعطيتني سمع وبصر، أعوذ بك من زواله. رب قوم قد غدوا في نعمة زمنا والدهر ريان غدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. رب واحد يصبح في نعمه ويمسي وقد سلبت منه. انظر إلى المصابين اليوم بالإعاقات في المستشفيات وفي غيرها، اسأل كيف كنت؟ يقول لك: والله أنا بخير وعافية ونازل مع الدرج، وأنا بكامل قوتي وانزلقت رجلي وضرب إحدى الدرجات في ظهري وانقطع الحبل الشوكي ومصاب الآن، شلل صار لي 40 سنة. وخلق الإنسان ضعيفا. واحد من أصحابي أسأل الله أن يشفيه وعافيه، والله العظيم أني زايره قبل أجل الحج بيومين، ضابط ومن طلابي كان في الجامعة قبل سنوات، متخرج من أكثر من 20 سنة أظنها مقدم أو بعلق عقيد، ومن أحسن من عرفت من الناس. يبني بيت، زايره والله العظيم قبل يومين أو ثلاثة، يبني بيت ورقى فوق السطح فوق الخزان يمتر العزل اللي حطوه الشركة، حاطين العازل عشان الأمطار، يمتر عشان يحاسبهم، والهندي قاعد ماسك له وهو قاعد يرجع على ورا يمتر، زلقت رجله وطح في السطح، ما طح برا، طح في السطح يعني يمكن 2.5 متر. صار عنده كسرات في الفقرات الظهر وتهتكات في الحبل الشوكي، والآن عنده شلل نصفي. وأسأل الله أن يشفيه ويشفي جميع مرضانا. في لمحة واحدة تك، هل كان يتوقع أنه سيصاب بهذا؟ ناس يا جماعة فجأة عندي صداع، قالوا والله عندك كذا من الأمراض. قل: يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. إذا دخلت بيتك وشفت عيالك طيبين، هذا يذاكر دروسه وهذا يضحك وهذا يتغدى، قل: يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. لأن فيه ناس حرم من هالنعمة اللي أنت فيها. إذا دقيت على زوجتك وردت وقالت: يا مرحبا يلا عجل تعال الغداء جاهز، قل: يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. لأن غيرك زوجته صار لها 2 أو 3 سنين عند أهلها، بينه وبينها مشاكل، سيئة الخلق ولا سيئة التعامل، ولا هو ما أعطاها الله تعامل حسن ومشاكل بينه، قل: يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. إذا ركبت سيارتك وصكيت الباب بنفسك، اعلم إن في ناس يجيبونه بالعربية ويشيلونه 2 ويحطونه، قل: يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. إذا وضع الطعام بين يديك ورفعته بيدك وغيرك يحطون له لي في أنفه عشان يصبون له عصير ولا لبن، قل: يا ربي أعوذ بك من زوال نعمتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفجاءة نقمتك، أعوذ بك يا ربي أنك تفجأني بنقمة بمصيبة، أعوذ بك من فجاءة نقمتك. أنا قبل فترة في المدينة يقول لي واحد من الشباب: ودنا نزور الدكتور فلان، ما أعرفه، قلت نزورها ماذا نفعل يعني؟ قال: نعزيه. نعزيه في من؟ قال: يا شيخ هذا دكتور في الجامعة وأولاده 11 وزوجته 12 في البيت، فذهب أولاده وزوجته إلى القصيم عندهم عرس، ولدك كبير متخرج من الجامعة هو اللي يسوق بهم، وهم راجعين بالليل يتصل عليهم: ها يا ولدي ليش ما نمتوا ومشيتوا الصبح؟ قال الولد: لا أنا أبغى أجي مبكر وما أدري إيه يا ولدي ارقدوا. قالوا: لا أبد نشيطين. وفي الطريق كل شوي يتصل: وش أخباركم؟ عطني أمك، انتبهي لا يرقد الولد. لما بقى 150 كيلو على المدينة ويحصل لهم حادث ويموتون كلهم، والله إنهم ماتوا كلهم، الرجل كاد أن يجن. صح الرجل صالح نحسب على خير وحافظ القرآن، لكن بشر يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع ابنه إبراهيم ونفسه تقعقع بموت الولد، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى وهو يشوف ولده يموت. قال له عبد الرحمن عوف: يا رسول الله تبكي؟ قال: إنها رحمة يا أخي، ولدي هذا إنها رحمة، إنها رحمة. وهذا كل عياله في لمحة عين. يقول: والله يا شيخ دخلت الصالة بعد ما بدوا الضيوف يخفون العزاء وألقى ألعاب مبعثرة، صار لها يومين على حالها لأن خلود ماتت اللي كانت تلعبها. أطلع الحوش ألقى السيكل طايح على حاله لأن أحمد اللي كان يلعب بالسيكل مات. يقول: دخلت المطبخ والله أني آكل بقايا خبزهم أشمه قبل لا يمشون، بقايا الخبز ما بعد شالوه، يقول قاعد أشمه
أتذكر رائحة أولادي. وفجاءت نقمتك مصيبة تنزل بالواحد. قل يا ربي أنت وهبتني أولادا وزوجة وعملا وصحة، يا ربي أبقي هذه النعمة عندي يا رب. وتضرع إلى الله لأجل إن كان مقدر عليك مصيبة أنها تزول عنك ما تنزل عليك. لا يرد القدر إلا الدعاء. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك. ثم قال وتحول عافيتك. أنت عافيتني في بدني، أعوذ بك أن ينتقل إلى غيري. أنت تتحول يعني تنتقل. عافيتني في سمعي في بصري، عافيتني في سمعتي. الحمد لله بناتي بحجابهن وسترهن وأمورهن طيبة. أعوذ بك يا ربي من أن تزول عني نعمة حفظ العرض. وكم من واحد بنته ما هو قادر يسيطر عليها، والبنت رايحة وجاية وتسافر وتجي، والوالد آخر من يعلم، واللي طالع بنته أسبوع أسبوعين شهرين ما يدري وين هي فيه. احمد الله، قل يا ربي احفظ علي عرضي وتحول عافيتك. ثم قال وجميع سخطك. لا تسخط علي في مالي فافتقر، ولا تسخط علي في ديني فأضل، ولا في سمعتي فأفضح. أعوذ بك من جميع سخطك.